رجعنا سريعا لسه مكملين طبعا معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. شفنا معاكم كلام الجرايد عن النادي الاهلي، لكن دلوقتي بقى معادنا مع مواقع الانترنت نشوف قالت ايه عن النادي الاهلي. الشروق، كارتيروني وجه رساله خاصه لجماهير الاهلي. اليوم السابع، الاهلي يتحدث عن التدوير وتعويض الغائبين امام كامبالا سيتي. وان ثري كامبالا سيتي يشكر الاهلي. يلا كورة، طبيب الأهلي يؤكد جاهزية أشرف وحمودي ووليد ينتظم في المران المستبعدين. الوطن، رامي ربيعة يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي. الموقع الرسمي، محمد أكتم الأهلي صاحب الفضل في احترافي بالدنمارك. الشروق، 17 لاعب بقيمة الأهلي للمشاركة في بطولة القاسم الدولية لليد. الموقع الرسمي، ثنائي الأهلي يختتم معسكر منتخب التنس الطاولة في الصين. الشروق، وديتين تجهز سيدات سلة الأهلي للدوري. الشروق، الألف في سلة الأهلي تستعد للموسم الجديد بشكل نموذجي. هنروح نشوف معاكم دلوقتي اخبار النادي الاهلي على الانترنت. هنبتدي مع الشروق. الشروق قالت ان كارتيرون بيوجه رساله لجماهير النادي الاهلي بيدعوهم ان هم يكونوا موجودين طبعا في مباراه النادي الاهلي مع كامبالا سيتي يوم الثلاثاء اللي جاي بكره يعني على ملعب برج العرب، وقال ان هو عارف قد ايه السفر بيكون متعب طبعا من القاهره لحد اسكندريه، لكن هو بيتمنى وجودهم في المباراه وكمان في المشوار المحلي لان هم طبعا اكبر حافز للعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني في مشوار البطوله الافريقيه. من الشروق نروح لليوم السابع، محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي بيقول ان كارتيرون عنده القدرات الفنيه اللي يقدر بيها ان هو يعوض الغيابات المؤثره في الفريق، وقال كمان ان كارتيرون حاول خلال الفتره اللي فاتت ان هو يحط الاستراتيجيه المناسبه لمواجهه كامبالا سيتي، وكمان كارتيرون استقر على اللعيبه اللي هتشارك بدل ميدو جابر ومؤمن زكريا اللي طبعا منهم بيغيب للايقاف، وطبعا برده اللي بيغيب بسبب الاصابه، وان عمليه التدوير اللي بيعملها كارتيرون مستمره لان طبعا الهدف منها هم يلاقوا البديل المناسب في الظروف زي اللي احنا بنمر بيها دلوقتي عشان يتفادوا ضغط المباريات. زي ما قلنا النادي الاهلي بيلعب تقريبا مباراه كل 3 ايام. كمان موقع وان ثري، المسؤولين عن بعثه النادي كامبالا سيتي بعتوا رساله شكر لمحمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي على حسن الاستقبال من ساعه طبعا ما وصلوا لبرج العرب والمعامله الكويسه جدا، المعامله الطيبه اللي وجدوها من النادي الاهلي. كمان قال محمد يوسف ان الاجتماع الفني النهارده مع النادي الاوغندي، خلال الاجتماع ده ان شاء الله هو هيدي او هيهدي للنادي الاوغندي درع النادي الاهلي عشان يشكرهم برضو على حسن الاستقبال والمعامله الكويسه جدا اللي النادي الاهلي لقاها في اوغندا. وعلى لسان يلا كوره، كان في تمرين النهارده للمستبعدين طبعا من مباراه كامبالا سيتي. ظهر في التمرين النهارده وليد سليمان بعد ما كان غايب امبارح لظروف خاصه، وكمان كان موجود عمرو جمال، كريم ندفد، باسم علي، محمود الجزار، عمار حمدي، محمد شريف، احمد ياسر ريان، عمرو بركات، احمد الشيخ، ومصطفى جوبير، واحمد طارق، وصبري رحيل، واحمد علاء، وكمان جونيور اتش اي كان موجود وكان عنده جلسه علاج طبيعي في اطار طبعا البرنامج العلاجي اللي بيعمله ده. ومن يلا كورة للوطن اللي بتقول ان رامي ربيعة كان عنده جلسة تأهيل قدها النهاردة الصبح على ملعب التتش، اشتملت طبعا على فقرات بدنية مختلفة باستخدام الكورة، وده من ضمن برنامجه التأهيلي، وكان ده تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل في النادي الاهلي. ومن كرة القدم بقى نروح للألعاب التانية. مثل الموقع الرسمي للنادي الاهلي، محمد اكتم حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب الشباب للهاندبول بيشكر النادي الاهلي على تسهيل اجراءات انتقاله لصفوف فريق نورتشيلاند في الدوري الدنماركي لمده موسمين بعد ما رفع النادي الاهلي اسمه من قائمه الفريق في الموسم الجديد، وقال ان هو فخور جدا ان هو بينتمي للنادي الاهلي وبيتمنى ان هو يكون سفير كويس جدا في اقوى الدوريات الاوروبيه للنادي الاهلي. لسه برضو مع اخبار الهاندبول، والمره دي في الشروق، عاصم حماده المدير الفني لفريق الهاندبول بيقول ان بعثه الفريق هتسافر للامارات على دفعتين، وده بسبب ظروف الطيران، دفعه هتسافر يوم الاثنين ان شاء الله بالليل والدفعه الثانيه هتسافر يوم الثلاث الصبح عشان يقدروا يشاركوا في بطوله القاسم الوديه الدوليه في الامارات واللي هتكون من يوم 29 اغسطس لحد يوم 5 سبتمبر.
ومن موقع نادي الاهلي الرسمي قال الموقع ان انتهى يوسف عبد العزيز ومروه الهضيبي لعيبه فريق الشباب للتنس الطاوله في النادي الاهلي معسكر اعدادهم مع المنتخب في الصين. كان عندهم طبعا فتره اعداد مكثفه في الصين عشان منافسات اولمبياد الشباب في الارجنتين شهر اكتوبر اللي جاي ان شاء الله. مش عايزين ننسى طبعا نقول ان يوسف عبد العزيز اتنقل بتصنيفه عالميا من المركز العاشر للمركز السابع، لكن مروه الهضيبي انتقلت من المركز الثالث او ال13 للمركز العاشر في التصنيف العالمي للتنس الطاوله. كمان الشروق بتقول ان في ماتشين وديين لفريق كره السله في النادي الاهلي مع مصر للتامين يوم الخميس اللي جاي ويوم الاحد بعديه كمان، وده عشان يستعدوا للموسم الجديد اللي هيبدا ان شاء الله يوم 14 اكتوبر اللي جاي. ايهاب الالفي كان حريص ان هو يهتم بالجانب البدني والفني للاعبات، والفريق عنده طبعا امل ان هو برده يقدر يقرر انجاز الموسم اللي فات اللي شهد التتويج باربع بطولات، منطقه القاهره والدوري والكاس كاس مصر وكمان دوري المرتضى. نطلع بقى دلوقتي لفاصل. خلاص لا احنا مش هنطلع لفاصل، هنروح كمان